معالي الوزير، حقيقة هذا الحديث عندما نتحدث لسنوات طوال بنفس النهج الإسرائيلي بتزييف الحقائق، بتغيير التاريخ، بمحاولة حتى سلب المواطن الفلسطيني من تاريخه وأرثه وفنه وإبداعه، ليس فقط عن المسجد الأقصى. احنا دورنا كعرب اليوم متواجدين في برنامج عربي من 4 بلدان، كان على صعيد مصر والعراق وفلسطين. ماذا علينا أن نفعل اليوم؟ هل نغير الخطاب الإعلامي من داخل فلسطين وخارج فلسطين؟ ما هو النهج الذي يجب علينا أن نتخذه في الأيام القادمة لتغيير هذه السياسات القمعية التي استمرت وما زالت مستمرة على مدار هذه الأعوام؟ هل نبقى بنفس النهج أو نتوقف عند نقطة معينة؟ لا، هو طبعا لا، أكيد أن الإعلام العربي عليه مسؤولية كبيرة الحقيقة في أكثر من جانب، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية عموما أو قضية القدس خصوصا. أول هذه المسائل إبقاء دائما التوعية والإرشاد والبيان لكل العالم العربي بشكل عام والإسلامي، وأيضا للعالم أجمع بهذه القضية العادلة. يعني ما في قضية أعدل من القضية الفلسطينية وأوضح من الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني عموما. فبالتالي يجب الاستمرار، وهي مسؤولية كل الإعلام العربي، ليس في الأردن فقط ولا في فلسطين فقط ولا العراق ولا مصر، كل الإعلام العربي يجب أن يكون عنده نافذة مستمرة في هذا الموضوع حتى تبقى هاي القضية أخي الكريم حية في نفوس العرب أجمعين، أن لا تنطفئ هذه القضية. جزء من المخططات الحقيقة الإسرائيلية والصهيونية أن يطفئوا هذه القضية من نفوسنا لتصبح قضية عادية وترويض الشعوب العربية. يجب أن يعني تبقى هذه الجذوة مشتعلة، وهذه القضية العاطفية يجب أن تبقى موجودة في نفوسنا كعرب ومسلمين. النقطة الثانية الحقيقة لابد من فضح هذه الممارسات الإسرائيلية أمام العالم أجمع. يعني اليوم للأسف أنه في جزء كبير من الإعلام العالمي يتأثر بالآلة الصهيونية الإعلامية. أنا بدي أدين الظالم أولا قبل أن أدين هذا المظلوم الذي لا يجد طريقا أمامه. طيب معالي الوزير، يعني نعود قليلا أدراجنا للحديث حول 144 دونما وهي باحات المسجد الأقصى وكل تفاصيله، ولكن قبل هذا السؤال تحديدا أعود للنقطة التي ذكرتها الأستاذ شافكي والحديث حول الحفريات تحت المسجد الأقصى. الحفريات تحت المسجد الأقصى اليوم لمن لا يعلم هي تحت كل هذه المساحة 144 دونما، تحت منازل المقدسيين، منازل تهدم وتنهار بفعل هذه الحفريات، جدران تتصدع، وأيضا على مساحة أو على مسافة 5 أمتار تحت المدينة، ولكن تحت المسجد الأقصى تحديدا هي على بعد متران، وهو ما يهدد أساسات المسجد الأقصى بشكل مباشر ويعرضه للانهيار في أي لحظة. نتحدث عن البعد التاريخي والاجتماعي لكل مفردات 144 دونما من مصاطب، من مصليات، من المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ماذا تعني للمسلمين؟ شكرا جزيلا أخي الكريم. طبعا أكيد أن هذه نقطة يجب التأكيد عليها، وهي ما حرص الأردن دائما على إثباته من خلال المنظمات الدولية وبالذات اليونسكو. بالتالي صدر قرار من اليونسكو يؤكد أنه المسجد الأقصى المبارك ليس هو المسجد القبلي فقط، الذي يظن بعض الناس أنه المسجد القبلي ذي القبة الرصاصية هو المسجد الأقصى المبارك. لا، المسجد الأقصى المبارك هو المسجد القبلي، هو قبة الصخرة، هو المصلى المرواني، هو الساحات هذه التي يحيط عليها السور كما تفضلت حضرتك أخي الكريم 144 دونم، هي كلها المسجد الأقصى المبارك داش الحرم الشريف. هذا واحد. اثنين، كل الحفريات التي تمت من قبل هذه السلطة القائمة بالاحتلال مخالفة للقوانين الدولية تحت المسجد الأقصى المبارك، كل هذه الحفريات اليوم، كل حفرية جديدة هم يكتشفوا تحت المسجد آثار إسلامية، آثار أموية، قصور أموية، آثار إسلامية مختلف العصور، مملوكية لغير ذلك، ولم يجدوا كما قلنا من البداية حتى الآن أي أثر يهودي. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة الحقيقة يجب على المنظمات الدولية المختلفة أن تدين هذه الحفريات الإسرائيلية التي كما تفضلت حضرتك أخي الكريم هي فعلا تهدد المسجد الأقصى المبارك، لأنها في أساسات المسجد الأقصى المبارك. اليوم الذي يطلع على المسجد الأقصى المبارك ويطلع على الآثار والأماكن الموجودة فيه يجد هذا التاريخ الإنساني كله موجود في المسجد الأقصى المبارك، يجد التاريخ الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك، نجد
آثار أموية، نجد آثار عباسية، نجد آثار أيوبية، آثار مملوكية، آثار عثمانية، كل التاريخ العربي والإسلامي موجود اليوم في المسجد الأقصى المبارك، مما يؤكد الحقيقة يعني ما قاله جلالة الملك في آخر تصريحاته جزء من يومين، إنه بالنسبة إلنا كأردنيين وحتى كعرب المسجد الأقصى المبارك ليس مسألة سياسية، ولا نتعامل مع المسجد الأقصى المبارك أنه كمسألة سياسية أو فقط أنها أرض محتلة يمكن أن نفاوض عليها أو نتحدث فيها. قضية المسجد الأقصى المبارك بالنسبة لنا قضية روحية، قضية عقائدية، قضية تاريخية، قضية سياسية من كل الجوانب، وبالتالي هذه القضية تؤكد للعالم أجمع وبالذات للمحتل الإسرائيلي أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة ما دامت لا زالت هذه السلطات القائمة بالاحتلال تحاول أن تفرض أمرا واقعا جديدا لا يمكن أن يكون مقبولا لا من الفلسطينيين ولا من الأردنيين ولا من العرب أجمعين. وبالتالي ستبقى هذه القضية إذا لم ترضخ هذه السلطة القائمة بالاحتلال إلى منطق العدل والوئام والسلام والمنطق الدولي والشرع الدولية ستبقى هذه نقطة توتر دائمة لا يمكن أن تنتهي.